نتاع كمال القذقاذي، وهذا هو الشرطة الفنية والعلمية. الرسمي باسم الداخلية مداهمة مستودع للأسف أواخر شهر فيفري الماضي، بينت لوجود بصمة اليد اليمنى لكمال القذقاذي المتهم الرئيسي في اغتيال الشهيد شكري بالعيد على باب سيارة ستاج المسروق اللي تم أسلحة. تبين السيارة متاع ستاج فيها اليد لي على السيارة بصمة المتهم الرئيسي باغتيال بالعيد. هذه التأمس المدعو صابر المشرقي المالك الرئيسي لمنيلة القذقاذ للأسلحة. أقول لكم اسمه اللي هو صابر المشرقي اللي تم أمس في ساعة مبكرة الرئيسي اللي عنده تعلمني بعض المر ومنها بينه وبينه في صناعة المتفجر. أكد قاضي معاه نقل الأسلحة. زاد أن مكنة يوم 28 مايسية متورطة في أحداث الشعامبي بالعنصر آخر خطير تم من جبل الشعامبي. في مايو 2013 قامت وحدات الحرس بإيقاف عناصر رئيس أحداث الشعام، وذي ما خرج معناه منذ قليل وحدات الحرس قامت زاد بفاعل وخعام من العبيد اللي في الجبل حرس. كما أكد العروي من قام بنار على عرس الوطني أنيس الجلاسي الشعامبي هو إرهابي جزائري التونسية والجزائرية. بالأبحاث قام بيطلق على شهيد أنيس هو جزائري الجنسية، هذه يمكن المرة الأولى اللي هو جزائري الجنسية لدى السلطة وحتى التونسية منذ عملية الروح، وتمت العملية التونسية اللي كانت إلى التمركز الشعامبي. عناصر اللي تم إيقاف عدل الأبحاث منها من ينشط يسمى بأنصار الشريعة، أوضح الشعامبي تشدد ومنها من ينصار الشريعة، وأكد أن هناك ترابط أحداث الإرهابية من روحية حتى الشعامبي، قال أنه فيما هناك 20 تونسي وأنه بالجزء سأبور تنظيم اليمن ومالي.